صباحك فيروزي صباح الخير تفضل جيرانك ابو سمير شق 14 من طرف خلدون صديقك اشرب بيك تفضل امر خدمه جيت بخصوص الصراصر شنو؟ لا موضوع صغير دقيقتين اذا تسمح لي يعني بس دقيقتين؟ دقيقتين ترى اريد انام دقيقتين تفضل يا الله اريد فيدة تفضل ها شنو بيدك؟ بصراحه جبت صراصير جبت مبيد للعماره على مود الصراصر ها بس احنا ما عندنا صراصر لا انت ما تعرف السرسر قد ملعون يختل جو القنينه جو, جو الاوفن أه. فاريد منك يعني ساعدني المطلوب مني شنو؟ انا راح اخلي بس قطره صحيه مخطرة بس اخلي قطرتين شلون بالان؟ يعني هاي ما تاثر؟ لا مو عندها حساسيه افتح حلقك ست انت؟ اطلب منك دقيقتين بس ساعدني وماكو شيء؟ كل شي ماكو صار هسه شو اسوي لك؟ تغلق لي القبغ مال السنك مم. على مود بيتك يخلى من الصراصر يعني ما ياثر ما ياثر يلا زين يتكسر نظيف لان هذا مبيد كل شيء يفيد زين زين هسه راح اغلق لك اي أيوة والله دقيقتين يلا وهاي شديناها مال السنك وذيش مسدوده خلينا نشوف ابو سمير ابو سمير هاي شنو هاي ابو سمير احترقنا؟ لا 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 هو هذا المبيد يا معود هذا مبيد قاعد اصور كليب يا معود انت مو قلت قطره هي صح قطره بس مو قطره مو هذه انتشر <applause> شو وقلت لك قلت لك عندي تحسس لا انا ما يموت بس يخنق على كيفك شوف الشقه صارت كلش نظيفه هو شوف قامت تلمع الشقه ترى دا احكي صدق مو شقه هو هو ولا سرسرايه كلها نزمت وانت اختنقت هوبي! ولا صحيح هو 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 حبيبي هلا صحي هوبي هوبي هو مات وصار عصر فقط يلا اهم شي الشقه صارت نظيفه في موالاة؟